آخر يقول: الآن في البيت عندما نصلي جماعة التراويح فإن زوجة الابن تصلي خلفه مع أخوات زوجها وأبيه وإخوانه، وزوجها هو الإمام، هل يصح أن تصلي خلفهم بحضور الحميان هكذا يعني؟ نعم، إذا بطبيعة الحال هي تكون مستترة، نعم، وتكون بعيدة عنهم، تدع ما بينها وبينهم مسافة صف أو أكثر من صف، نعم، وهي تكون في حالة استتار، ولا حرج عليها في هذه الحالة أن تصلي وراءهم. نعم.